انت قبل ما تمثل كنت بتشتغل حاجة تانية ولا دي اول حاجة عملتها في حياتك؟ انا اتبهدلت يا حبيبي فضفض احكيلي. اوكي سو اول شغلة لما كنت عندي 16 سنة اشتغلت, انا فاكر كان في عيد ميلادي كمان ابتديت اشتغل في ماكدونالدز واشتغلت في ماكدونالدز من 16 ل 19 بس اتعلمت كتير من ماكدونالدز وكمان انا كنت بشتغل مع شباب سو يعني it was fun. اكيد طب وبعد كده اشتغلت في محل باربيكيو كنت بطبخ هناك. انا اقعد معاك بعد الحلقه اخد منك اسرار التركات بتاعت الاكل وبعد الباربيكيو المحل ده انا رحت لوس انجلوس. انا كنت ساكن في مدينه اسمها انهايم مع اهلي ورحت لوس انجلوس واشتغلت في محل تاني باربيكيو بس انا كنت الستور مانجر يعني كنت ماسك كل حاجه وانت صغير وانا عندي 21 سنه بس احنا كنا نمبر 1 في كل المطاعم بتاعتنا لمده شهر. بعد الشهر ده انا ابتديت خلاص حققت التارجت امشي بعد كده وبعد الشغلانه دي عملت ايه؟ سو كنت بسوق اوبر كنت بعمل ديليفريز. ده فعلا احنا فينا من بيج زي بقى يعني واخدين لاين زيه فور شور واشتغلت في الجيم. انا كنت بيرسونال ترينر وبعد كده موضوع التمثيل ابتدى يعني انت فعلا زي ما احنا بنقول اتبهدلت ولفيت كتير باين بس انا سمعت ان انت كان نفسك تلعب كوره امريكان فوتبول مش اللي عندنا انا ابتديت بقى اشوف الفوتبول يعني الحقيقي دلوقتي بس انا كنت بلعب كوره هناك لعبت في الجامعه كمان شويه بس سبتها وابتديت بقى اركز في التمثيل. احنا هنا في مصر الكوره مهمه عندنا قوي فما ينفعش تفضل قاعد وما يبقاش لك انتماء في الكوره هيمسكوك بقى يقولك انت اهلي ولا زمالك ولا ايه انت بقى ماشي مع زي بابا مثلا ولا عامل ايه في الموضوع. انا بصي دلوقتي انا مش عارف لو انا اهلاوي او ليه نركز بس معايا شفتي مش عارف انا مش عارف لسه لازم اشوف ماتشات كتيره عشان اعمل الديسيجن لنفسي بقى. يا جماعه بصوا احنا الجمهور ده يدعي والجمهور ده يدعي واحنا ونصيبنا بس انا عجبني ان انت فعلا حياتك يعني انترستنج قوي زي بيج زي تعبت ولفيت كتير وكنت عايز تحقق حاجه من بدري فعلا فعلا هي.